ان امريكا هي امريكا في الاخر احتلت الطرفين واحتلتنا معاهم. احنا كنا من احنا من التركه، لما دوله بريطانيا ماتت فتركت ممتلكات، عقارات اللي هو احنا يعني المستعمرات، مصر، السعوديه، الخليج، قطر، مش عارف، وفرنسا تركت الجزائر وتونس الى اخره والمغرب وهكذا، فقاموا بمورثتنا. الان بيتكرر نفس الامر، انه بوتين بيقول اللي هيرسل قوات او ترسل اسلحه داخل اوكرانيا انا ساقصفهم، وتبدا الحرب الشمال. طيب امريكا بتعمل ايه حالا؟ تريد ان المسلمين يكونوا حشو بنادق، عاوزين نلعب دور الانجليز، نروح احنا نستقبل الرصاص الروسي في صدورنا، وروسيا طبعا تموت، يعني روسيا تنهار واحنا يعني نبات. فلا، احنا نحارب مع الامريكان بس خلفهم، نحن لا نحارب في الخطوط الاماميه، احنا ما نغلطش غلطه الانجليز. وامريكا ودول امريكان اصلا انجلو ساكسون، يعني امريكا ابنه بريطانيا، وامريكا نزلت مع بريطانيا وعملت في بريطانيا هذا، تخيل. فما بالك احنا المختلفين في العرق وفي اللون وفي الدين عن امريكا. فاحنا نلعب اللعبه، احنا مع الامريكان ولكن خلفهم، يعني اطلعوا انتوا قدام الامريكان وحاربوا انتوا الاول، واحنا خلفكم بنصفق لكم، بنشجع اللعبه الحلوه. اذا انتصرتوا على روسيا خير وبركه، اذا لم تنتصروا على روسيا وهزمتكم روسيا ندخل احنا نهزم روسيا. ارجو مشاهدينا ان تكون الصوره قد وضحت، وارجو منكم هنا الاستماع الى مذكرات تشرشل رئيس وزراء بريطانيا. هو طبعا اشاد وشكر امريكا وكذا، بس انا خلصت للنتيجه التي ذكرتها الان، كيف امريكا جعلت بريطانيا تسقط في يدها.